And now with our second lecture, Peace with Food, the problem and solutions for emotional gut and dieting, with Dr.Doaa Zakaria. البرزنتيشن ممكن استفيد بالوقت في ان انا اقول لكم كالعاده ان انا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده. المؤتمر ده انا بعتبره عيدي الشخصي وعيد كل الناس اللي بتشتغل في النيوتريشن بالذات الجيل بتاعنا بتاع الشباب. عشان كده انا اخترت موضوع انا بحبه عايزه اكلمكم عليه بيس وذ فود. الموضوع ده مش بس مهم لانه بيقابلنا واكبر مشكله بتقابلنا في عياداتنا مع العيانين يمكن بيقابلنا معانا احنا نفسنا هي خناقه هي خناقه مع الفود لكن هو بيمثلني انا شخصيا انا واحده بتاعه جي اي تي بقيت بتاعه نيوتريشن بدعي ان انا بهتم بالسايكولوجي بتاع العيان بتاعي فاكتر موضوع ممكن يلم 3 بيلرز اتفضل اكتر موضوع ممكن يجمع 3 بيلرز دول هو الايموشنال جت اند ايموشنال ايتينج طب اعمل ايه طيب معلش ساعدني من فضلك ازاي اعمل نيكست اعمل ايه بقى؟ طيب الاجنده في خلال ال 15 دقيقه الصغيره دي عايزه اكلم حضراتكم على الايموشنال جت ومنها للايموشنال ايتنج ونفهم العلاقه السحريه بين فود اند مود ازاي الفود كان افكت مود والعكس ومن خلاله نفهم انه ازاي فيكس ذا جت هو الطريق تو فيكس ذا مود واخيرا تيبس صغيره ممكن نتعلمها ونعلمها لعياننا هاو تو ميك بيس وذ فود. Your gut and your emotions are two head streets. الاثنين ما يختلفوش عن بعض. الجت أهم جهاز عندنا في جسمنا. أكتر مشكلة بتخلينا نروح للدكاترة. When your gut is not right, your whole being is not right. ليه؟ لأنه it's not system زي ال cardiovascular or nervous system. It is the, our whole being. It is the seat of power of the human being. Immune system, nervous system, emotional system, and it's our boundaries وبي كيب الانتجريتي بتاعتنا مع الانفايرمنت. جت از ان ايموشنال سيستم، ليه بقول عليها ايموشنال سيستم؟ ببساطه الجت والبرين فروم ذا امبريولوجي جايين من حته واحده. الانتريك نيرفس سيستم فيه نيرف اندنج اكتر من اللي موجوده في السباين. 95% من نيورو ترانسميترز بالذات السيروتونين جاي من الجت. نيورو ترانسميتر بتعتمد في تصنيعها على البروتين والامينو اسيد بروفايل بتاعنا. 90% من النيورونز اللي في الفيجال نيرف بتربط الجات والبرين اكسس. That's why it is an emotional system. عشان كده الاسترس بيأثر على الجات في كل حاجة. بيأثر على الفيسرال بيرسبشن، على الموتيليتي، على البرميابيليتي، على الميكروبيوتا اللي هي البوابة بتاعت كل الديزيزز اللي جاية. Yes, food changes mood. أنا عارفة إن حضراتكم كلكم عارفين إن food change mood. أنا بس بحاول أجيب evidence ليه الفود change mood. بس هبدأ بالمفاجأة عكس ما كلنا متخيلين it's totally against your expectation healthy food makes your mood good مش العكس المود الحلو بيجي من الهيلثي فود مش زي ما احنا فاهمين as simple as that many studies بتتكلم على الحكاية دي انه كل ما الانتاج بتاعنا بيبقى أقل من الهيلثي فود أو أعلى من الانهيلثي فود بنبقى towards depression هحاول أجيب لكم أمثلة علمية من papers قوية من مجلات محترمة تثبت كلامي. الميديترينيان دايت من الحاجات الانتي ديبريسنت. ليه؟ علشان أربعة بيلرز فيه. الفروتس والناتس والريشيو من المونو انساتيوريتد للساتيوريتد فاتي اسيدز ومحتواه من الليجنز. الأطفال الصغيرين في المدارس لما عملوا لهم فروتس اند فيجيتابلز كتير وراقبوهم لقوا ان هم عندهم سنس اوف ويل بينج عندهم الكيوريوزيتي للتعلم اعلى الكرياتيفيتي في التعلم اعلى there is growing evidence that a diet rich in fruits and vegetables is related to greater happiness life satisfaction and positive effect البيبر دي قارنت في الادلت بقى لما بندي سناكس للناس في الشغل fruits versus chips and chocolate لقوا انه اللي بياخدوا فروتس عندهم lower depression و lower anxiety واللي بياخدوا تشوكلت عندهم cognitive difficulties البرفورمانس بتاعهم اقل والفاتيجابيلتي بتاعتهم اعلى. ال unhealthy food مرتبط بالدبريشن mainly الفاست فود والبيكد جودز مش القصه قصه هاي كالوريز او هاي شوجرز يعني الكيكه اللي بتعملها ماما في البيت حاجه والبيكت الدونتس والحاجات دي حاجه تانية البيبر دي بتكلمنا ان كل ما يكون المحتوى من البيكت جود اعلى
كل ما يكون الديبريسيف سيمتومز اعلى. الجديد بقى انا عارفه ان كل الكلام ده قديم. الجديد اللي انا عايزه اقوله لحضراتكم اتس نوت ريليتد اونلي تو مود او حتى سايكولوجيكال ستيت، ناو اتس ريليتد تو مينتاليتي. العلم الحديث بيربط بين النيوتريشن والمينتاليتي ديس اوردرز. الراجل العالم العظيم ده بيكلمنا بيقول لنا ان السكيزوفرينيا نيو سكيزوفرينكس لو عملنا لهم جود نيوتريشن وادينا لهم دوزز عاليه من فيتامين بي 3 بالذات الريكفري بتاعتهم بتبقى اكتر من 90% فيرسس الناس اللي هم بياخدوا دراجز بس. الريكفري ممكن توصل 0%. الباثويز كتيره لها علاقه بالكرونيك انفلاميشن، الاوكسيديف ستريس، النيوترينز. ان النيوترينز الامينو اسيد بروفايل ده هو اللي بيتحول الى نيورو ترانسميترز. ان اديكويت بي 6 بي 3 بي 12 فوليت كولين ماجنيزيوم كل دي ويل ريليتد دلوقتي جدا للمنتال ديس اوردرز وكمان الاسينشال امينو اسيدز. عشان كده بنوصل للسلايد اللي انا بشوفها مهمه جدا، الجمله العبقريه دي Nutrition medicine is now mainstream in psychiatry. الامريكان جورنال اوف سايكياتري. احنا mainstream مع الكارديوفاسكولار، مع الديابيتس، مع الرينال، مع الليفر، لكن من 2010 Nutrition is part an important pillar in treating psychiatric disease، مش بس السايكولوجي كمان المينتاليتي ديس اوردر. طيب مود تشينج فود اولسو، برضو انا واثقه ان الكلام ده مش جديد، كلنا عارفين ان لما مودنا بيبقى وحش اكلنا بيبقى وحش. I don't have mood swings, I have food swings. احنا عارفين كده وبيحصل معانا قبل ما بيحصل عيننا. ليه؟ انا عايزه اقول لحضراتكم ليه. اولا احنا واحنا عندنا باد مود الفود تشويسز بتاعتنا دايما جو باد. ليه؟ باد مود معناها less care about health, less care about the future. عايز مش عايزين ناخد بالنا من نفسنا. مهم قوي ان احنا نشخص الحته دي واحنا بنتعامل مع العيان. مش بس كده، البيبرز دي بتقول لنا انه كل ما اكون ساد اكتر كل ما اجو فور سويت. عمرنا ما سمعنا عن حد متضايق كل مخلل. الكلام ده له اسباب علميه، لانه في اولتر تيست بيحصل تشينج اورجانيك وحقيقي في التيست سنسيشن بتاعنا. الانتنسيتي والديوريشن مينلي تو ذا سويت. جابوا لعيبه كوره وجمهور هوكي وشافوهم بعد ما بيغلبوا بعد ما بيتغلبوا تذوقهم للسويتس بيختلف. كل ما نكون مبسوطين اكتر كل ما بتبقى عندنا قدره اعلى على تذوق السويتس وبالتالي بناخد كميه اقل. انهانسد سويتس اند ديمينيش ساور انتنسيتي. حته انه لما الواحد يبقى متضايق يقول الدنيا بقت مره، الدنيا طعمها مر، او لما يبقى مبسوط الدنيا حلوه. This is very scientific. كل دي باك جراوند عشان اوصل معاكم ل what is emotional eating. emotional eating باختصار نقدر نختصره في الجمله دي eating instead of feeling. يعني ناكل علشان خاطر احنا زهقانين، متضايقين، غضبانين، محبطين، مش لاقيين حاجه نعملها. بناكل عشان المكان ده احنا متعودين ناكل فيه، بناكل عشان ده وقت البريك. المشكله دي ويالا المفاجاه مش هي بس اهم حاجه بتقابلنا في العيانين بتوعنا. المشكله دي مشكله 40% من البني ادمين. 40% من الموجودين في القاعه دي are emotional eatings eaters. ليه بنقول انها تفاقمت دلوقتي؟ لان الحياه بقت ضاغطه اكتر من ذي قبل. اللايف ستايل بتاعنا بقى مور بيزي، بقى ما عندناش وقت تو اكسبريس اور ايموشنز. انا بتكلم على العيان بتاعنا، لازم نفهم هو ليه واقع في المطب ده. الأسوأ من كده ات سيفر تو بلوك فيلينج وذ فود ذان تو فيل. كلنا عندنا ضغوط في شغلنا، بس اسهل ما اتخانق مع المدير بتاعي واعبره عن زعلي اروح احط همي في ساندويتش برجر او شيبس كبير. عشان كده بقى اللايف ستايل بتاعنا يخلينا ايتينج اوت اوف تاتش وذ بودي. بناكل واحنا سايقين، بناكل واحنا بناخد اللانش على الديسك. كل ده سبب ان احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي هي الايموشنال ايتينج. عشان نفهم ده اكتر محتاجين نفهم ليه الاكل اساسا سوذنج. ليه بنروح للاكل؟ الاكل بيفكرنا بثلاث مراحل في حياتنا. ايتينج از بيبي بيفكرني بماما الكير جيفر بتاعتها وابتسامتها والاوكسيتوسن اللي كان بيطمني ويفرحني والنوم الحلو اللي كنت بنامه اللي بنسميه نايت تايم بوتل. ايتينج از ا تودلر بيفكرني بان انا كنت بكتشف العالم، كان عندي كيوريوسيتي واكسبلوريشن، عندي فيري جود ميموريز. دي التريت اللي كنت باخدها برده من ماما. ايتينج از ان ادلت بيفكرني بالسليبريشنز وبيفكرني بالباور في قبل اي خناقه، واللو بلاد شوجر دايما مرتبط بالفاتيجابيلتي. اذا انا دكتور نيوتريشنست مفروض افهم العيان بتاعي ناقصه ايه فبيدور عليه في الايموشنال ايتينج. هو ناقصه امان ولا ناقصه حنان ولا مش عارف ينام كويس ولا عايز يسليبريت.
هو بيفتكر ايه الاكل بيفكره بايه عشان كده راح للايموشنال ايتينج. ده انا دوري كدكتور. دور العيان بقى ان انا افهمه كويس قوي الفرق بين الفيزيكال هانجر والايموشنال هانجر. لازم كل عيان يعرف قبل ما يروح ياكل هو بياكل اوت اوف فيزيكال هانجر اور ايموشنال هانجر. فيزيكال هانجر جراديوال ات از داون سايد ذا نيك بيزد على احتياج بيشنت مفتوح لمعظم الاكل. يعني لما الواحد بيدخل بيتهم جعان بيقول في عندكم ايه اكل بيزد اون ايتينج نيسيستي. This is physical hunger. ولازم أعلم العيان بتاعي كده. Emotional hunger, it is sudden. All of the sudden, أنا جعان. It is يعني targeted to specific food. أنا عايز أكل كذا. الحاجة التانية, it is paired with upsetting emotion. It is upside the neck. هو دايماً فوق النك. يعني هنا. الهنجر هنا. Doesn't seems. ما بيوقفش. حتى لو بقينا فول. ما بيوقفش غير لما بطني بتوجعني. Promotes guilt. والأسوأ من كل ده ان هو يتحول الى eating disorder زي البنج eating. لازم اقعد مع العيان الايموشنال ايتر واقول له فرق بين الاثنين. دوري كدكتور ان انا اعرف العيان بتاعي why he craves, لانه في physical causes للcraving قبل الهابت او الايموشنال. ممكن جدا العيان ده يكون hypoglycemic dehydrated ما بينامش كويس, عنده احتياج ما بيدور عليه الانترنال انفايرمنت في جسمه ناقصها حاجة فبيدور عليها في الكريف ده. Emotional eating it never go good. عمر ما حد بياكل emotional eating هيقدر ياكل مظبوط او يتحكم في اكله. دايما بيروح لي الهاي انرجي دنس فود, الكيك, الايس كريم, الشيبس, الصودا. ليه؟ it is genetic. وكمان لما بيكون مرتبط باللو ساتايتي, ودي الحقيقه برضو حاجه مختلفه من بني ادم لبني ادم, فيري سبجكتيف. المثلث الثلاثي ده مرعب جدا, هو ده اللي بسهوله بيوصل لي للدايتري ديس اوردر. انا طبعا هنا قصدي على البنج ايتر. ايموشنال ايتينج از جينيتك الحقيقه. فصلوا بدل الجين يمكن ثلاثه زي ما حضراتكم شايفين ان ار اكس والدي ار دي 2 والاو بي ار ام 1. مش مهم اسامي الجينات, بس الانسان اللي عنده مشكله في هذا الجين عنده مشكله في الدوبامين. الدوبامين ده هو الهرمون اوف فيلينج جود, فما بيعرفش يطلعه بسهوله فبيضطر ياكل اكتر عشان يحصل على الدوبامين اللي هيعدله دماغه. اذا في جينيتك بريدسبوزيشن. طبعا القصه مع السيدات قصه مختلفه تماما, ولها علاقه بالهرمون ولها علاقه بالسايكل. وفي السكند فيز افتر اوفيوليشن كلام تاني خالص. البيبر دي عظيمه, عملت ثوره في 2015 انه حتى الجينيتك سسبتابيلتي بيتاثر بيه الاوفيريان هرمونز. وعشان كده انت العيانه اللي زي دي بنتعامل معاها على انها اتنين. Before ovulation هي واحدة و after ovulation هي واحدة, عندها 4 time higher risk انها تبقى الجينز بتاعتها يحصل لها over expression after ovulation. ده بيوصلني للحتة بتاعت الابيجينيتكس. الابيجينيتكس طبعا هي الموضة الجديدة اللي لازم كلنا نتكلم عليها. الابيجينيتكس باختصار معناها ايه؟ معناها ان الانفايرمنت ازاي ممكن تأثر على الجين بتاعي جين expression من غير ما تغير الدي ان ايه. وبالتالي هي مشكله كبيره ولكن الميزه انها كوركتبل. انا اقدر اغير الجينز بتاعتي. هنا بقى في الحته بتاعت الايموشنال ايتينجز دي انا عايزه اقول لحضراتكم ان الناس اللي عايشه لولي, الناس اللي عايشه محبطه, الناس اللي ستريسد جيناتها حقيقي بتتغير, وبالتالي عكس الانفايرمنت دي ممكن يحسن الجينز. عشان كده في تيرم انا شخصيا بقف قدامه مشدوده, ذا سايكولوجي اوف ذا سيل. كل سيل في جسمنا بقى لها حاله نفسيه, لها سايكولوجي, والدي ان ايه بتاعها الاكسبريشن بتاعه بيتغير ان ابيجينيتك مود. عشان كده في عندنا حاجه اسمها ابيجينيتك ايموشنال ايتينج. ارجع تاني للجت اللي هي الربط بين النيوتريشن والجاستروانترولوجي تخصصي الاساسي. ابيتايت ستارت ان ذا جت مش ان ذا برين, وستارت بالمايكروبيوم بتاع الجت. عشان كده بنقول فيكس جت تو فيكس ذا مود. جت مايكروبيوم اند مود ده ايرا فيها ريسيرش عالي جدا 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 ازاي انا ممكن اغير مود البني ادم من تشينجينج ذا مايكروبيوم. في انفكشن ستاديز عملت علاقات بين بكتيريا معينه زي مثلا كامبيلو باكتر جيجوناي مع الانكزايتي. مش بس كده, الانتي بايوتيك اللي هو تشينج المايكروبيوم ممكن اعتبره تريتمنت لبعض السايكايتريك ديزيز. زي مثلا المينوسايكلين دلوقتي بيستخدم في تريتمنت اوف ريزيستنت نيجاتيف سيمتومز ان سكيزوفرينيك مثلا. مش بس كده, النيورو ترانسميترز اللي انا بقول لحضراتكم هي المسؤوله عن المود بتاعنا مش بس بتتصنع في الجي اي تي, ده بتصنعها المايكروبيوتا.
جايبه لكم هنا في السلايد دي، مش قادره طبعا اقول بالتفصيل كل بكتيريا بتعمل ايه، يعني ايه البكتيريا اللي بتعمل نور ابينفرين، وايه البكتيريا اللي بتعمل سيروتونين، وايه البكتيريا اللي بتعمل دوبامين. اذا انا ممكن اغير من غير ما ادي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، اعلي السيروتونين ليفل عن طريق تشينجينج ذا مايكروبيوم. المايكروبيوم له علاقه دلوقتي بالميموري الايموشنز والبيهافيرز والجين اكسبريشن. عشان كده بنوصل للترم الجميل اللي اسمه سايكوبيوتكس. Probiotics سواء كانت naturally أو in the form of pharmaceutical preparation is now a new class of psychotropics. دي أدوية نفسية، المخلل والجبنة الرومي والبقدونس والبنانا والفلاكس سيد، دي بالنسبة لي أنا النهاردة بتوع الطب النفسي بينظروا لها as new class of psychotropics. How it works حاجات كتيرة جدا لها علاقة بمثلا المولكيول المهم قوي اللي هو brain derived neutrophilic factor، small intestinal bacterial overgrowth، كل دي new pathogenesis ورا اللينك between gut and brain. طيب انا كده عملت شرحت المشكلة وديت هنت ازاي انا كدكتور ممكن اتعامل مع العيان بتاعي وافهم هو ليه بقى emotional eater، احلها ازاي. هي مش بسيطة الحقيقة، هي مش بسيطة، لكن هنحاول نبسطها. عكس الايموشنال ايتينج هو المايندفول ايتينج، بعلم العيان بتاعي بي اوير وذ يور بادي، كل وانت واعي لجسمك للايموشنز اللي ورا انك بتاكل، الاسترس اللي حطك في الحالة دي وانت بتاكل ازاي. لو هختصرها 1 2 3 نمرة 1 ستوب ايموشنال ايتينج بيفور ات اوكيرز، منعه اسهل بكتير جدا من التحكم فيه. نمرة 2 لازم تعلم العيان تو ايدنتيفاي ذا underlying reason هو ليه راح للايموشنال ايتينج. نمره 3 يو شود هاندل الايموشن اللي انت مش عارف تسيطر عليها دي بطريقه ثانيه غير الاكل. البريفنشن تراي تو افويد سيتنج اب ا بنش باي ريستريكتنج سيرتنج فود. ممكن احنا الدكاتره اللي نكون مسؤولين ان العيان بتاعنا بقى ايموشنال ايتر، يبقى دايما عنده alternatives وكومفورت فودز حواليه، نعلمه يسجل ايه الحاجات اللي بتخليه قويه. كل قوي كلنا في حياتنا في حاجات، كلمه، استباحة، لمسة، حاجة بسيطة خالص بتخلينا قوي واليوم حلو. تايمر اعمل ايه؟ اه طيب ماشي اوكي. وكمان تو ايدنتيفاي نعلم العيان ايه الحاجات اللي بتوجعك، ايه الحاجات اللي بتقلمك ما بتعرفش تعبر عنها بالكلام. الوقت فاضل لي دقيقة يا دكتور علشان تو بريفنت الايموشنال ايتينج. مهم قوي ايدنتيفاينج ذا فيلينج، يكتب فود جورنال انا لما اكلت ده اكلته ليه، ونعلمه هاو تو لانجويج يور ايموشنز. نتعلم تاني نعبر عن نفسنا بالكلام او بالكتابه او بالحركه. موشن از موشن زي ما كانت موجود في السلايد اللي فات. في حاجه اسمها ريلاكسيشن ريسبونس مش هقدر اشرحها دلوقتي، بس انا عايزه اقول انها علميا بدات تعمل جين تشينج، بتشينج ذا جين اكسبريشن. الرقم ده مذهل الحقيقه، 2209 جينز بيتغيروا بالريلاكسيشن جينز. ذا فاينل سلايد اخيرا وصلت لها. انا بس عايزه اقول ختاما انه عيادة النيوتريشن دي مش عياده سهله، احنا بنتعامل مع البني ادم از هول، جزء كبير جدا منه خلفيته النفسيه والاجتماعيه والانفايرمنت اللي بتحيط بيه. عشان كده بقول ان موست كيس سيناريو جود نيوتريشنست مي بي ذا برايمري فيزيشن هو از سبوست تو فيل ذا جاب بتوين مايند body and soul of his patient. هي ممكن تكون مشكلة نفسية محتاجة psychiatrist، بس الحظ بيخلينا احنا اول واحد نقابل العيان ونقدر to discover the point of weakness. ممكن تعمل referral وممكن كمان تقدر تحل المشكلة. التيبس باختصار لازم نعلم العيان make eating pleasurable, cope with the emotion without food، شوف لك طريقة تانية تعبر عن حزنك او غضبك غير الاكل، value health with gentle nutrition, feel your fullness، احترم انك شبعت، and honor your hunger، احترم جوعك ما تستناش اخر اليوم، make peace with food. Thank you. الف شكر يا دكتوره دعاء. الحقيقه الواحد مش بيشبع من محاضراتك، يعني انا لو قعدت اسمعك من هنا لبكره مش هامل ابدا. دكتوره دعاء بروفيسور اوف هيباتولوجي عند كلينيكال نيوتريشن عين شمس يونيفرسيتي. للمناسبة بنرحب بكل أساتذة جامعة عين شمس وجامعة القاهرة اللي مشرفين ومنورين المؤتمر. دكتورة دعاء اتفضلي سيادتك، يعني شهادة تكريم من المؤتمر لك إن شاء الله.